رح نكمل ام تي في لايف مع مارك بيروتي بفقره نيتشر. الاسبوع الماضي مارك انت حكيتنا عن الزهورات طريقه بركي خطأ مرات عنا اياها بتحضير الزهورات، كنت عم تقول لنا هول اللي بينغلوا وهول اللي بس بينحطوا بمي مغليه. اليوم رح نكمل الموضوع صح. والحلو انه قدمت لنا او قربت لنا او جبت معك بعض الزهورات. مزبوط، جبت شغلتين معي، واحدة هلا بنشوف اذا بنقدر نفرجيها، هي اسمها نعناعين، رح اسكب شوي لنجرب نفرجيهم. يلي منذيعها من لبنان مثل بشر اهدن او مصنين بيعرفوها كثير للنبتة. بتطلع هي نبتة بتطلع بالاعالي بالجبال يعني، و هلا اذا بنقدر نفرجيها ما بعرف اذا هو مبين. فهلا اكيد المشاهدين ما رح يعني يشوفوا يشموا الريحة، رح نشمها لانه ريحتها كثير حلوة، وهن بسموها نعناعين لانه بيقولوا انه هي مرتين اقوى من النعنع. هيدا واحدة من الأسامي. هلا هيدا النبتة عندها شي 9 أسامي بلبنان، يعني حسب المنطقة يعني مثلا بسموها حشيشة البحيس، حشيشة البحس، حشيشة الضغط، عندها كثير أسامي. ويعني هلا أنا اللي عملته نفرجي كيف عملنا يعني هون، اللي عملناه هو أنه سخرنا المي. هيدا النوع الشاي البريء كثير منيح لأنه بتسخن المي بتحط قد ما بدك بدوز وبتردها لهون وبعدين بتسكر. هيدا طريقة لما تتبخر الإسنشال أويلز اللي فيها. فهلا لما نكون عم نعمل كل شيء مثل هون، يعني مثلا كنا عم نحكي ورق وزهور، منيح انه دجا المي ما نخليها تغلي كثير، يعني بتغلي قبل بنطفي بعدين بنحط بعدين بنسقط الورق والزهور. أوكي. لانه بيقدروا يعني يتبخر المواد تبعها بسرعه وبينتزعوا وهيك ويطلع، لانه نحن بنحكي عن مي تطلع هالمواد اللي بتفيدنا اوقات لازم بدها وقت، يعني كل شيء اسمه فيزيون لازم ننطر اتليست 5 دقائق، واذا بنخليها ل 9 دقائق 10 دقائق بعد كمان احسن. اوكي. فهلا هيدا البريق هلا هو معمول لشخص واحد بس انا هيك رح نقسمهم، انه ليه كيف معمول الفكره تبعها، تسكب ما ضروري كل الكونتيتي فرد مره، بتسكب بعدين بتشرب على رواق وبترد البريق لهون لانه هون في شمعه عم بتخلي المي سخنه. فهذا الهدف منها. دونك منك بتكل بس على انه المي غليناها ورح تنزل حرارتها شوي شوي، تركت 100%. وانت اللي عم تشربهم بيكون فيهم اكيد مواد دجا، وهون عم بينزل غير مواد لانه في اساس بدها وقت لتنزل المي. خبرنا عن ريحتها وطعمتها وهيك. منيحه؟ اوكي، ريحه قريبه جدا للنعناع. اوكي، هلا طعمه منيحه؟ طيبه. هيدي واحدة من التزان اللي بياخذوها كثير بالضيعة بلبنان، يعني مثلا في كثير مطاعم وهيك ما كثير، يعني اذا بتروح على المطرح بتقول بدنا نعناع ما بيعرفها، بتشوف انه قد ايه في عندنا قصص مانا كثير معروفة. مشان هيك نقيت شغلة أهين يلي هي نحن بنسميها المليسة، بس رح فرجي طريقة كيف فينا نشربها يعني بطريقة شوي مودرن يعني. فهيدي الفرنش بريس يلي كثير معروفة عم تنعمل عادة. قلت لي مودرن، هيدي التقليدية. يعني رجعت على الموضة. رجعت على الموضة بقوة هلا. فبنحط نحن الورق تحت، لأنه في كثير أشخاص يعني بحبوا يحطوا الورق بالفنجان دغري وهيك. فهيدي بنحط الورق تحت نحن، بعدين بنحط مي. هلا أنا ما كان عندي بريق فحطيت مي سخنة هون مش مشكل. أوكي، بنسقط الميات هون. بعدين بنجيب البريس وبنتركها هيك على رواق. هن يحن تحت شوي شوي هلا بتطلع كل هالمواد، بعدين فينا نصير نسكب كمان شوي شوي الورق بيكونوا تحت فينا نشرب منها بعدين يعني. فهيدي هول الطرق نحن عم نحكيهم يلي سخنا المي طفينا جبنا المي. هيدي الانفيزيون. هلا هيدا بنعمله مثل ما حكينا هذيك المره لكل شيء ورق ولكل شيء زهور عادة، لكل شيء جذوع شجر ولكل شيء فواكه بنغلي. هلا في اكسبشنز اكيد. بدك تحكي لنا شوي عن فوائد مثلا، هون في شغلتين قدمت لنا اياها، النعناعين قلت انه ما اسمها هيك لانه بيقولوا مفعوله مرتين نعناع، ولكن لا وجع البطن لا لك شغله. هيدي النبته مثلا هي الاساس يلي انا قررت احكي عنها كمان. اذا بتجي بتطلع ما في كثير دراسات عليها بالعالم لانه ما في منها بالعالم غير بلبنان وبثلاث اربع جبال وبتركيا بس. سو هيدي النبته ما في منها، يعني ما صار عليها دراسات ولا شيء. دكتور جامعي مثلك مع كل هالتلاميذ وكل هالديبارتمنتس يلي ما فينا تقول لك ليه، لانه فينا نعرف شو فيها بقلبها كيميكلز، في يصير فيها دراسات، بس تعمل دراسه عن استعمالها للناس نعم. بدك تجرب
كل استعمال بدك تجربه بلبويات متخصصه، بدك حكمه، هذا مش حال يعني، هذا شيء اسمه فارماكوبي يلي ما فينا نعمله يعني، بدك عن جد اكيب طويل عريض تيعمل لنبته واحده. مشان هيك عاده النباتات يلي نحن بنسمح انه تستعمل هي يلي عندنا مثلها موجوده برا وصار في دراسات عليها. أوكي. يعني بلبنان ما في شيء اسمه فارماكوبي، نحن اذا بدك يعني الحكمه اذا وصفها اوقات نباتات بيوصفوا القصص المعروفه عالميا، مشان هيك هيدا ما بنعرف عنها. فهيدا تيب يلي اسمه الميديسين تراديشنال، يعني نحن بالضياع بيقولوا هيك، جدودنا بيعملوا هيك من 1000 سنه، فيكون مزبوط فيكون مش مزبوط. هلا طالما عم نشربها تيزان اتس سيف، ما في مشكل، بس اذا في ناس بلبنان بيقطروها لهالنبته وصار في دراسات عن شو في بالتقطير تبعها جدا خطر. فهون مثلا لازم نقول للعالم انه اللي عنده بيستعملوا بالضياع المي المقطرة او التقطير الزيت يعني تبع النعنعين او حشيشة الضغط او حشيشة البحيص حسب اذا بنعرفها، هون لازم ما يستعملوها هيك. اذا بنشربها تيزان بنعرف انه خطرة 100%. فرجيك اكزامبلات ثانية. لا تفضل. رح فرجي هلا مثلا كمان صورة تنحكي عن زيت الموضوع. نبتة كثير مهمة كمان بلبنان، هيدي بتنغلى، هلا بقول لك كيف تستعملها، بحطوا لنا صورتها. بلبنان بنسميها او حشيشة الرمل او بنسميها حشيشة القونة. ليه قونة؟ لانه اذا بتنتبه الفواكه تبعها بيشبه شوي القونة تبع العذراء. اوكي. هلا هيدي النبتة بالضياع بلبنان حتى مثلا عندنا بالضياع كثير بيستعملوها، بيجيبوا خاصة القونة بيغلوها كثير، بعدين بصفوها بحطوها بالبراد وبيشربوا كل يوم الصبح فنجان للبحصة والرمل. اوكي. هلا هيدي جدا مستعملة، انا بخبرك عن ناس بخبروك قد ايه ميراكيولوز هيدي الشغلة فيها، كمان ما في دراسات عليها. بتعرف يعني بعتبر انه بعرف شوي بالاشياء، ما كنت اعرفها ابدا اول مره بشوفها. اي ملانه عندنا بالجبال بلبنان هيدي بتطلع كثير فتره، واوقات بتي بس ما بتكون خضراء، بتصير بالاخر لونها هيك مثل البيج. هلا كمان تفرجي بعد عن نبته هي اكيد بتعرفها، يلي الوزال او الوزلان او لسان العصفور، الجنا يلي كثير معروف عندنا بلبنان. هلا هيدي النبته في اخبار مثلا انه بيقولوا لك انه كل النبته سامه جدا الا الزهره منيحه. ليش بيقولوا هيك؟ لانه المعزه بياكل بس زهور وما بدق بتيج، فصاروا بيعتبدوا هيك. فصار في دراسات على هذه النبتة، لأنه أوقات كثير بنستعمل حتى الزهور بتيزاناتنا بالضياع وهيك، صار في دراسات عليها، طلع معهم أنه فيها بقلبها مواد سامة الكالويد، وطلع هيدا بيشبه كثير الدخان حتى، طلع موجود بالزهور وبالتيج وبالفواكه وين ما كان. فهيدا اعتقاد كمان، أوقات الاعتقادات اللي بالضياع تكون مضبوطة وأوقات غلط، هيدا سامبول عن الغلط. يعني المعزه مش على طول ريفرنس، يمكن يعني راح لانه ادكت بركي لمواد تشبه النيكوتين، مش لانه هو يمكن بده اياها، لانه ان المعزه منيحه له او اوقات هن، لانه في كثير هلا مثلا يلي عندهم، كنت عم بحضر من شي جمعتين ريبورتاج اللي بيكون عندهم برا معزه او خاصه معزه وبيولوجيك، ممنوع يعطي دواء لما تمرض للمعزه، فبيعملوا قصد من فتره كل فتره بتلعون على مراعي بغابات، لانه المعزه بتاكل بعض النباتات لتطبب حالها، واوقات بيكونوا سامين. فهذا يعني السم هي حسب الدوز، صحيح. السم بيكون دواء يعني، اذا مشان هيك صحيح. فهون ما بدنا ناخذها ريفرنس. هلا واحدة من النباتات يلي من اهم نباتات بالعالم هي الاردشوكه. نعم. وكل العالم بيعرفوا انه اهم نبته للكبد تقريبا هي الاردشوكه، يعني مثلا اللي عندهم مشاكل حتى كوليسترول، عندهم مشاكل بالهضم تبع الاكل بالكبد، معروف كثير انه هي النبته الرهيبه يعني، لدرجه هون بس نحدد مش الزهره اللي عم نشوفها من فوق، مش البارتي اللي بنكلها، مش ايه بالاردشوكه يلي بيفيد كثير هن هالوراق الكبار، يعني اللي بيزرعوا اردشوكه بكبوا الوراق، ما لازم هو هن هالوراق لازم ناخذهم نقصقصهم ونجففهم، بس هن شوك يعني اردشوكه يعني، لا التحتانيات اللي بيكونوا منهم كثير قاسيين منهم مشكل. اوكي. وبعدين انت ما رح تاكلهم كوراق، شو بتعمل؟ بتجيبهم بتجففهم بتقصهم وبتحطهم، بتغلي اكيد مي وبتتركها يعني، بعدين هيدي المي بتحطها بالبراد، كل نهار الصبح بتشرب شوي من المي تبعهم، فهي ماسيراسيون طويله يعني. اوكي. يعني كل يوم طعمتها رح تكون بركي، بتتركها جمعتين بعدين بتصفيهم اكيد يعني، بتتركهم خلص بالدبن، او بتروح على الفارماسي، في كثير معروفه هالوراق معمولين مثل بودر ومحطوطين بكبسول او جلول، وبتاخذهم كمان بتاخذ الوراق بتاكلهم مثل ما بناخذ حيالها دواء يعني. اوكي. بسموها اكستريد ارتيشو، كثير معروف. هلا دراسات كمان على هالنبته قد ايه هي بتفيد وكله تمام، الاشخاص يلي عندهم بحصه مثلا وهيك اساس امراض بالكلاوي ما بتسوى لهم هيدي النبته. فهون كمان لازم ننتبه يعني، النباتات اللي بفيدوا كثير كثير
اوقات لازم دائما ننتبه شو السايد افكتس تبعهم ما نستعملهم لفتره طويله. شغله هذا الانجليز هلا ما رح كثير ينبسطوا يعني الشاي تعرف قد ايه عنده فوائد يعني نعم. صار في دراسه المانيه من فتره على الشاي لما نزيد له حليب يلي في كثير معروفه هذه الشغله ابرامو لما الشاي بنزيد له حليب بصير سلبي مهضوم طيب بس عم ناخذ كل فوائد تبعه لانه بصير في رياكسيون شيميك بين عم ناخذ كل الفوائد عم بتروح يعني عم نلغيهم لانه في كازيين وبقلب الحليب بيعملوا رياكسيون مع الكاتشين يلي بالشاي وبينزعوا نحن الفوائد اللي كنا عم ناخذها يعني نخلط حليب مع شاي بنفقد دراسه المانيه مش هول الالمان مش هذا قصه طويله بيناتهم ما مش هضمينها ثانك يو مارك ميرسي كثير رح ناخذ بريك اتيكيت برجع لكم بعدين بواتس كوكينج. We'll be right back.